مرة تانية للموضوع الأهم بالنسبة لي. دايما لما بيحصل تعثر في مباراة أو في مشوارك في أي بطولة، لو النوايا خالصة ولو أنت بتجتهد وبتعمل اللي عليك، الفرصة بتجيلك مرة تانية. احنا لعبنا ماتش القطن الكاميروني وما كناش عارفين ايه اللي هيحصل، وكانت دايما رسالتنا للعيبة من هنا، مش أنا لوحدي، أنا وجمهور النادي الأهلي وكل قناة الأهلي وكل إعلاميين النادي الأهلي، كانت رسالتنا واحدة: اعملوا اللي عليكم، اكسبوا بأكبر نتيجة ممكنة علشان وننتظر ماذا سيحدث بعد كده. لما عملنا اللي علينا الحمد لله الفرصة رجعت بإيدك مرة تانية، الفرصة رجعت بإيدينا مرة تانية. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ونقدر نصعد إلى الدور اللي بعد كده. ولكن هل ده معناه، معنى الكلام اللي أنا بقوله، إن إحنا عندنا مباراة سهلة كده وهنروح نلعب نزهة ونكسب؟ لا، أنا آسف جدا، اللي بيقول هذا الكلام هو كلام عاري تماما من الصحة. فريق الهلال السوداني فريق جيد من الناحية الفنية، هنا أنا بتكلم فنيا، لا فريق جيد وعنده مجموعة مهاجمين جيدين، لو ما خدناش بالنا لا قدر الله هنتغلب أو هنتعادل، وهو عايز كده. يجب أن يكون هناك تركيز شديد جدا في هذه المباراة، مباراة صعبة بكل المقاييس. إن شاء الله ربنا يكرمنا نكسب ونصعد ونقدم الكرة اللي بتليق بينا زي المباراة. بصوا حضراتكم، في مباراة القطن الكاميروني قلنا إن المباراة سهلة، صح؟ تمام، فريق ضعيف فنيا، ضعيف فنيا، وأنا قلت هذا الكلام، ولكن أداء النادي الأهلي في هذه المباراة يستحق التحية. سواء دفاعيا أو هجوميا إحنا كنا رائعين، بغض النظر عن مستوى الفريق. أتمنى إن إحنا، أنا من وجهة نظري إن من أحلى الأشواط اللي لعبناها أو من أحلى المباريات اللي لعبناها مباراة القطن الكاميروني، بغض النظر عن مستوى الفريق، بغض النظر عن مستوى القطن يعني. فربنا يكرمنا ونعمل مباراة جيدة. النادي الأهلي عمره ما كان هدفه إن هو يكسب مباراة لمجرد المكسب. المكسب ده إن شاء الله بتاع يوم 31 أو يوم 1 لسه لم يحدد، طريق لهدف أكبر وهدف حقيقي، طريق لتحقيق هذه البطولة. الأول ما هي البطولة، أنت البطولة هناك، البطولة هناك، ففي سلالم عشان تقدر توصل لهذه لنهاية البطولة، فالسلالم دي أنت بتعديها واحدة واحدة من أول دور ال 32 لغاية المباراة النهائية لو لينا عمر ونصيب. شفنا اللي اتعمل في مباراة القطن في الكاميرون في جروة، إن شاء الله لاعبتنا قدها وقدود، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكملوها في القاهرة. ولكن مش هتكمل بإن أنا أتعصب على الفرقة التانية وإن أنا لا 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 لا، اللعيبة تركز في الملعب فقط. هيبقى إن شاء الله العدد، إن شاء الله متواجد عدد كبير من الجمهور، يا رب إن شاء الله الجمهور هيبقى بيشجعك بس، كأن الفريق الآخر مش موجودين، أنا متأكد من هذا الأمر. إحنا هنشجع فريقنا بس، ولازم الرسالة تكون واضحة من أول 10 دقايق، لأنه أنا عايز أكسب بس، مش عايز أتخانق، مش عايز أضرب في حد ولا حد، مش عايز حاجة، أنا عايز ألعب كورة وأكسب. لو ربنا كرمني وأديت بشكل جيد إن شاء الله ربنا يكرمني وهكسب، لو لا قدر الله حصل حاجة تانية شكرا ألف مبروك وخلاص، ما عنديش أي مشكلة في هذا الأمر. مشوار البطولة لما بيكون صعب البطولة بتكون حلوة، بيكون طعمها حلو.